لكل مشكلة حل، ولكل حل آلية يجب اتباعها بكفاءة وفعالية لمعالجة المشكلة. هكذا يرى نايف أحمد الكامل الحياة. نايف جاء من اليمن الحبيب كي يقول كلمته لمن هم في الحكم. إليك المنصة نايف. السلام عليكم. لقد مرت أكثر من 5 أعوام على اندلاع موجة الانتفاضات التي عرفت بالربيع العربي، فقد استطاعت بعض الثورات الإطاحة بالأنظمة التي حكمت لسنوات عديدة، ولكن أعقبتها تبعات لم تكن متوقعة، فقد انتشر الفساد والفوضى وتقلص حجم الاستثمار، ناهيك عن انتشار الإرهاب في دول الربيع العربي، مما أدى إلى توسع نشاطاته في العالم ككل. يا حكام العرب، لقد كان طموح الشباب العربي قبل أن يخرج إلى الساحات والشوارع أن يحصل على حياة كريمة أفضل من التي كانوا يعيشونها في ظل حكم الأنظمة السابقة، ولكن فوجئوا بواقع أليم ألا وهو الحرب. لماذا يحدث كل ما يحدث يا حكام العرب؟ هل من المعقول أن سياستكم فاشلة أم أن هنالك أسباب أخرى؟ انظروا إلى حولكم، لا نذهب بعيدا، تركيا. تركيا أحد الدول التي نهضت خلال سنوات قليلة جدا، عقود طويلة من الفساد والفوضى والرشاوي والبؤس المالي والاقتصادي مرت به تركيا، ولكن استطاعت الخروج من هذا المازق بعزيمة رجالها وفطنتهم، ومن أبرزهم السيد رجب طيب أردوغان والسيد عبد الله غول، الذين انتهجوا السياسة لحل الأزمات الداخلية والخارجية من ضمنها الأزمة التركية اليونانية، وبدأوا بالنهوض بالاقتصاد التركي بما يشبه المعجزة. إلى كل حاكم عربي يريد بحق النهوض بدولته والقضاء على الفقر الذي يشكل السبب الرئيسي للفساد والإرهاب، يجب عليكم أن تحلوا جميع خلافاتكم الداخلية والخارجية بغض النظر عن ضخامتها. لكل مشكلة حل، ولكل حل آلية لتطبيقه. الشعوب تريد العيش بسلام والحرية، ولا تريد فوضى وحرب وكراهية، وهذا قولي لمن في الحكم. إذن شكراً لنايف من اليمن.